تصاميم أنثوية راقية للمرأة الجذابة وتصاميم للرجل الشرقي جمعها المصمم اللبناني عائل فقيه في مجموعته لربيع صيف 2017 وعرضها في أسبوع بيروت للموضة. كوليكشن فيها كثير من الجراءة، من التغيير، فيها كثير من الحرية، فيها كثير من التعبير عن الأنا الموجودة عند المرأة، المرأة العربية الشرقية ولكن بطابع غربي، بحرية، بتعطي للمرأة مجالات مخصصة. وأكيد المفهوم العام للموضة الرجالية اللي عملتها أو البدلة الرجالية اللي كانت كثير مميزة، فيها كثير من الجماليات، فيها كثير من القصات، من الاختلافات، من دمج الألوان، من الجراءة ولكن بمفهوم عصري رجولي كثير كبير. القصات كان فيها كثير دمج قلت لك بالالوان، فيها شوي اختلافات ولكن ضليتني حاول اقدر قدر الامكان حافظ على الجماليه لمفهوم الرجل الشرقي والعنفوان الشرقي ان كان بهذه البدله مشان ما تنقلوا من نقلي لنقلي ثاني، لانه انا كثير بحافظ ومصر على انه قد ما كان عندنا موضه وقد ما كان في عندنا تغييرات من وقت لوقت، ولكن ضلنا محافظين على مفهوم الأناقة الرجالية بطابع شرقي رجولي بحت 100%.